قامت دار الأوبرا المصرية بداخل المسرح المكشوف ندوة للراحل الساحر محمود عبد العزيز بعنوان صانع البهجة، تقديرا لمشواره وتاريخه الفني الحافل وتكريما له بعد رحيله، وذلك من ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينما الدولي في دورته 38 المهدى باسم الراحل محمود عبد العزيز. فنان قعدته جميلة، أنا أعرفه من أول ما اتجوزت مجدي الحسيني وأنا كان يمكن عندي 18 سنة، كنت صغيرة جدا. وعايزة أقولك كان دايما قعدته، إحنا كنا مجموعة واحدة بنسافر مع بعض وبنيجي مع بعض وبنروح بنادق مع بعض، كان في صحوبية كبيرة يعني. كان دايما وجود أول ما يدخل محمود عارفين نمسك كلينكس هنعيط من الضحك. التجمع ده بيأكد قد إيه الناس بتحبه وقد إيه الناس حزينة لفراقه، إنما أعماله موجودة. ما فيش فنان بيقدم أعمال كده بيموت يعني، دايما بتفضل أعماله عايشة معانا على طول. عدد ضخم جدا جدا محمود، حتى آخر أفلامه إبراهيم الأبيض برغم ما حدث في المونتاج، لكن محمود هو اللي خلى الفيلم له سحر الحقيقة. وعندك بقى فيلم السحر، عندك لا محمود حالة جميلة، حالة إبداعية رائعة وراقية. أنا شايف إن تجمعنا الليلة دي مش إن إحنا بس جايين مظاهرة حب، بنقول له إحنا جايين مجتمعين هنا عشان نقول للي ما يعرفش، لا ده أنت ليك ناس كتير قوي بتحبك، إحنا بعض يعني بنمثل قطاع صغير جدا من البلايين اللي بيحبوا فنك وشغلك. والمجموعة اللي كانت موجودة النهاردة اللي معظمها تربطهم بمحمود عبد العزيز علاقات شخصية مش علاقات فنية يعني، كانت كبيرة جدا جدا جدا، لأن محمود عبد العزيز قيمة فنية مش أنا اللي هتكلم عليها يعني. الله يرحمه أستاذ محمود كان قيمة كبيرة فنية وإنسانية، أظن ده بان في تظاهرات الفن اللي كانت في العزاء وفي صلاة الجنازة وفي الندوة وفي كل حتة، وحتى الناس اللي مش عارفة تيجي الأماكن دي جواها فعلا حزينة يعني، كله حزين على فراقه، بس هيفضل باقي معانا بأفلامه وعماله الجيدة الجميلة بتكرارها على الشاشة، وهي دي يعني الرسالة الحقيقية للفنان إنه فعلا بيفضل موجود حتى لو جسده فارق الحياة. ندوات ومؤتمرات ومهرجانات تهدى للراحل الساحر محمود عبد العزيز، وكلها تأتي في محاولات لرد ولو جزء بسيط من جميله الفني علينا وإعطاء مشواره الفني حقه. فمن منا لم يتأثر برحيل الشيخ حسني وبوهيبة محمود عبد العزيز؟ مها صبري، صباح دريم.